السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. طبعا شفنا بالمحاضرة السابقة عملية الترطيب الأديباتي، وإن شاء الله في هاي المحاضرة راح ندرس حالتين للهواء، وهي عملية التسخين مع الترطيب وعملية التسخين مع التجفيف. طبعا هاي الحالتين طبعا بيكونوا في فصل الشتاء، ما بنستخدمهم احنا بالنسبة لموضوع تبريد الهواء، ولكن راح نشرحهم ونشوف شو النتائج المترتبة عليهم. طبعا عملية التسخين مع الترطيب نحتاج في هذه العملية طبعا في الشتاء في الجو الجاف من خلال ترطيب الهواء برذاذ الماء الساخن. إذا العملية عندي الثانية مشتركة هي عملية التسخين والترطيب. طبعا مثل ما تعلمنا احنا المفروض صرنا نعرف العملية كيف بتتم. عملية التسخين والترطيب معناته انا بدي ارفع درجة حرارة الهواء الجاف، وبنفس الوقت انا بدي ازيد نسبة الرطوبة. هون بهاي الحالة انا بدي ارفع درجة حرارة الهواء الجاف هون بالتسخين، وعملية الترطيب أنا بدي أرفع نسبة الرطوبة اللي هي عندي هون W. تمثل هذه العملية على المخطط السايكومتري بهاي الشكل، بحيث أنا أرتفع باتجاه الأعلى حتى تزيد معي نسبة الرطوبة وأكون عندي هون النقطة الثانية. في هاي الحالة أنا كان عندي درجة الحرارة الجافة الأولى هون صارت عندي درجة الحرارة الجافة الثانية، معناته أنا عندي درجة حرارة الهواء الجاف زادت، بينما عندي هون W1 و W2 أيضا كانت نسبة الرطوبة عند W1 صارت عند W2 أيضا نسبة الرطوبة زادت. طبعا في هاي الحالة كل المعطيات الموجودة عندي راح تزيد. مثل ما حكينا احنا في عملية التسخين واعطاء طاقة حرارية كل المعطيات عندي هون راح تزيد. طبعا درجة حرارة نقطة الندى كانت هون وصارت عندي في هون صارت DB تزداد. في هاي الحالة درجة حرارة الهواء الرطب ايضا درجة حرارة الهواء الرطب أيضا زادت. الانتالبي كان H1 صار H2 أيضا الانتالبي بإشارة موجبة H2 ناقص H1، معناته أنا عندي هون النظام اكتسب طاقة حرارية عند رفع درجة حرارته، وبالتالي انتالبي أو المحتوى الحراري لهذا الجزيء إذا زاد. طبعا عندي هون بالنسبة لخطوط الرطوبة النسبية أحيانا تقل حسب ميل هذه العملية، أحيانا تقل وأحيانا تزيد. يعني أنا خطوط الرطوبة النسبية بتكون جاية بهالشكل. في حال كانت هاي النقطة هون يعني من هذا الخط راحت باتجاه خط ثاني، فعمليا الرطوبة النسبية تقل. في حال كان عندي الرطوبة النسبية أحيانا بهذا الميل منطبقة مثلا على خطوط الرطوبة النسبية، تقريبا بتكون الرطوبة النسبية شبه ثابتة في حال كان الميل كبير، وفي حال كان عندي الميل زيادة بهذا الشكل طبعا الرطوبة النسبية راح تقل عندي بشكل كبير، وفي حال كان الميل عالي بهذا الشكل احيانا راح تزيد عندي الرطوبة النسبية ايضا بشكل كبير حسب ميل العملية الموجودة عندي من النقطة هون من النقطة الاولى للنقطة الثانية كيف كان اتجاهي انا بشوف عندي على المخطط. في حال ارتفعت الرطوبة النسبية او قلت او بقيت بشكل تقريبي بقيمتها السابقة. هاي بالنسبة للتسخين والترطيب. الحالة الثانية عندي هي التسخين والتجفيف. طبعا التسخين والتجفيف طبعا هاي العملية
نفس الشيء عندي أنا هون، عملية عكسية، عملية التسخين والتجفيف تستخدم في الشتاء في الأجواء الرطبة، وأنه أنا بدي أحصل على رطوبة أقل، بهاي الحالة أنا بدي أقلل نسبة الرطوبة ولكن مع عملية تسخين. طبعا تمثل على المخطط السايكومتري بهذا الشكل. عمليا أنا عندي تسخين، فأنا بدي أزيد درجة الحرارة الجافة، وعندي تجفيف معناته أنا بدي أنزل بقيمة الـ W اللي هي نسبة الرطوبة على هذا المحور. هاي العملية أنا هون بتكون عندي العملية بهذا الشكل بالرقم واحد، وبنزل بشكل مائل حتى تنزل معي قيمة الرطوبة، نسبة الرطوبة عفوا، وبنفس الوقت عندي كانت هون DB1 وأصبحت DB2. طبعا بهاي الحالة أيضا في عندي تغير في كل القيم. هون كان عندي W1 صارت W2، أيضا درجة حرارة نقطة الندى قلت، أيضا درجة الحرارة للهواء الرطب أيضا قلت، وأيضا عندي الإنتالبي أيضا يقل. دلتا اتش بهاي الحالة عندي بيكون سالب، طبعا كقيمة اعتبارية سالب، مش يعني رقم سالب، يعني انه نازل باتجاه الاسفل او سحب يعني محتوى حراري من الجزيء. هاي بالنسبة لعملية التسخين والتجفيف وعملية التسخين والترطيب. هذول العمليتين طبعا احنا بالنسبة لنا، بالنسبة لعملية التكييف بالتبريد ما بنستخدمهم، ولكن في حال انت كنت شغال في منطقة طبعا بيستخدموا فيها عمليات التدفئة، فيك تستخدم هاي العمليات. ان شاء الله احنا راح نكمل في شرح الفيديوهات ان شاء الله في الفيديو القادم، والفيديو القادم ان شاء الله احنا راح نشرح العملية الاهم واللي بتهمنا، وهي عملية التبريد والتجفيف، واللي بنستخدمها طبعا في أجهزة التكييف ان شاء الله. تابعونا ويعطيكم الف عافية متابعينا الكرام.